شركة يونيفرسال المصرية لإنتاج الأدوات الكهربية واحدة من أكبر شركات إنتاج الأدوات الكهربية في العالم. بعض منتجاتها بتغطي 70-90% من حاجة المنتج المحلي. الشركة لوحدها بتصدر أكتر من 35% من إنتاجها للخارج. عدد مراكز الخدمة بتاعتها أو عدد الموزعين بيزيد عن 3000 موزع معتمد و30 مركز خدمة. الطاقة الإنتاجية لشركة يونيفرسال لوحدها بتتجاوز 2,200,000 بوتاجاز سنويا، ودي أعلى طاقة إنتاجية في العالم. حجم استثمارات الشركة في 2019 كان بيتجاوز 4 مليار جنيه مصري. مرة واحدة بسبب تدهور السوق، أزمة الدولار، انخفاض العملة، اضطراب واهتزاز السوق المصري، قررت شركة يونيفرسال تبيع بعض من مصانعها. لمين؟ لمالك جديد إيطالي هيتم نقل أو تم نقل المصنع خلال اليومين اللي فاتوا لملكية هذا المستثمر الجديد. قال لك المركز المصري توقف العمل في يونيفرسال المنزلية مع بدء نقل الملكية للشركة الإيطالية. العمال الإدارة تشترط استقالتنا لصرف المرتبات. بداية الأزمة كانت في 2019 مع بداية انهيار العملة المصرية والتضخم اللي موجود في السوق المصري. قررت إدارة الشركة تخفيف الأعباء، قررت تبيع بعض المصانع. بالمناسبة عدد عمال هذه الشركة بيتجاوز 2500 ل3000 عامل وبينتجوا ذهب، والشركة بتحقق أرباح مهولة بتستحوذ على 35% من إجمالي تصدير بلدنا من الأدوات الكهربية. احتجاج عمال يونيفرسال مع بدء نقل ملكيتها، الكلام ده بدأ 4 فبراير قبل يومين وبدأ يتطور حاجة كده على غرار عمال مطاحن السويس، على غرار عمال شركة تي اند سي للملابس عندنا دلوقتي يونيفرسال، وقبل كده كان عندنا شركة طلخة. شهر فبراير ما زال يتحفنا أو ما زال يقدم احتجاجات عمالية وما زال يقدم انتفاضة عمالية مصرية. نتمنى أن تجد مجيب، نتمنى أن تجد حكومة، وزارة قطاع أعمال، وزارة قوى عاملة، وزارة تضامن اجتماعي، برلمان يسمع لهؤلاء العمال، لأن احنا مع الأسف بنفقد كبريات الشركات. حط لي الخبر اللي بعد كده لو تكرمت. حجم إنتاج أو ده فيديو من ده حجم إنتاج الشركة. يسري قطب اللي هو رئيس مجلس إدارة الشركة بيقول إن الشركة بتاعته تستحوذ على 35% من سوق تصدير الأجهزة المنزلية. كون هذه الشركة تبيع مصانعها لمستثمر إيطالي، كون هذه الشركة تتخارج من السوق، كون عمال الشركة يضربوا عن العمل وينزلوا، كون الأمن ينزل يضربهم مع استمرار الإضراب من 13 أكتوبر للآن، كون عمال يونيفرسال يوصل بيهم الحال أنهم ينتحروا بسبب دي الحال، وبسبب ان عامل استلف فقط 500 جنيه وما قدرش يسددهم، كون الشركة تمتنع عن سداد مرتبات العمال من 2019 للآن عشان تطفشهم، والحكومة او الادارة تتملص من تنفيذ الاتفاق، الحكومة تتواطأ مع ادارة يونيفرسال، وزارة قطاع الاعمال تتواطأ، وزارة القوى العاملة تتواطأ، التضامن تتواطأ. اسمعوا كده صوت عمال يونيفرسال اللي كانوا بيطالبوا بحقهم في الحياة، بيطالبوا بحقهم في حياة كريمة، في مرتبات مناسبة. يمكن الخبر بتاع وزارة القوى العاملة اللي قالت انها تلقت الشكاوى اهو، شكاوى من 50 عامل في يونيفرسال من 2021. الشكاوى بدأت 2019 اتكررت 2020، القوى العاملة تدخلت 2021، الإدارة ضغطت على العمال في نهاية 2021 بالشكل ده. كل ده أمام عين الصحافة والإعلام والنظام والوزارات والمسؤولين في البلد. محدش وقف عشان يحمي الناس دي، ويوم ما اتدخل الأمن المصري اتدخل عشان يفض المظاهرات ويضرب العمال، الأمن فض المظاهرة وضربهم وقبض عليهم، والناس دي كانت بتتظاهر عشان زميلهم انتحر. وصل الحال في يونيفرسال ان العمال بينتحروا، العمال بيطلقوا زوجاتهم، اصيبوا بأزمات نفسية بسبب
تعنت الإدارة وكمان تواطؤ الحكومة اللي المفروض بتحميهم. اتفرجوا كده على واحد من مظاهرات عمال يونيفرسال ورد الأمن المصري اللي رد عليهم بالخرطوش والقنابل المسيلة للدموع. نتابع. العمال اللي قدام حضراتكم دولت لم يشفع لهم مساهمتهم في الناتج القومي او توفير العمله الصعبه، لم يشفع لهم انهم بيشتغلوا في حجم استثمارات تتجاوز 4 مليار جنيه، لم يشفع لهم انهم بيستحوذوا على 35% من اجمالي تصدير بلدنا، محدش فكر انهم بيحققوا اكتفاء ذاتي من الاجهزه الكهربيه زي البوتاجاز والسخان والمكوى وبعض الاجهزه بنسبه 70-90%، ضربوا واتهانوا واتشتموا واتسحلوا على مدار اكتر من 5 سنين فاتت ومحدش عبرهم، لدرجة انهم اضطروا في اكتوبر اللي فات يصعدوا احتجاجاتهم للمطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة، وقرروا الدخول في اضراب عن العمل واضراب عن الطعام وايضا الاعتصام داخل مقر الشركة. فتتدخل الحكومة لصالح اصحاب الشركة وحرمت العمال من اجور 4 شهور بعد 2500 من العامل 2500 عامل ما اضربوا عن العمل للمطالبه بحقهم وكمان عوده المفصولين. الامن المصري يسكت؟ لا. الامن اللي ضرب الناس زي ما حضراتكم شايفين بالخرطوش والقنابل المسيله للدموع بعد ما اضرب العمال عن العمل زي ما هتشوف في هذا الفيديو بدا يستدعي العمال، حبسهم، عذبهم، اهانهم، شتمهم، هددهم عشان يفكوا اضرابهم، وكل ده لصالح السادة اصحاب الشركة. نتابع ايضا هذا الفيديو. ده رغم إقرار السادة في النقابات العمالية في بلدنا، واللي مع الأسف تم تدجين نقابات العمال في بلدنا بعد ما كانت بتشارك في الاعتصامات وبتقف جنب العمال وبتطالب بحقهم، وكانت في يوم من الأيام حائط الصد اللي بتدافع عن حقوق العمال، تحولت وزارة أو نقابة العمال المصرية ونقابة العاملين في القطاع الخاص لمجرد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبيانات تعبر عن معاناة العمال دون الدفاع عن العمال. السيد شعبان خليفة رئيس النقابة
العامة للعاملين بالقطاع الخاص قال إن حصلت حالة وفاة و150 حالة طلاق بسبب تجزئة شركة يونيفرسال راتب العمال بتوعها. طيب أنت عملت إيه كنقيب للعمال؟ أنا ده كل اللي أملكه إن أنا أطلع بيان زي ده يتنشر على صفحتي الرسمية وأسيب بقى إيه العمال لمصيرهم من غير أكل من غير شرب، عامل ينتحر عشان 500 جنيه في شركة بتتاجر في أكتر من 4 مليار جنيه. أنا معايا فيديو لأحد عمال يونيفرسال واللي بيطالب بلجنة صحية تكشف على العمال بسبب تعرضهم لإشعاعات بسبب العمل المستمر في ظروف غير طبيعية وبسبب تدني الرواتب وزيادة ساعات العمل. نتابع هذا الفيديو. احنا بنموت اساسا، انا عايز لجنه صحيه تكشف على عمال شركه يونيفرسال، قسم الطباعه والمعالجه والنيكل، تاخد شيشن كده، تاخد ناس كده وتكشف عليها وتعملها اشعاعات، لو طلع واحد سليم يبقى ليهم الحق، لما مش يبقى في واحد سليم اكيد كلنا صدرنا بايظ، وغير كده بيبقى فيش امان، في ناس اصابات كتيره، بتر في الاصابع، عندنا حمد امين بتر اليد كلها يد كلها، عندنا رامي حسن بدر ثلاثه، عندنا كذا اصابه ولا فيش حياة لما انت نادم. انا توجهت للوزارة كذا مرة، عملت شكوى في السلامة والصحة المهنية هناك في مكتب الشكاوي وما فيش اي حل برضه. انت بتقول سيب الشكوى احنا. ده ايضا نموذج من نماذج الاضطهاد وسوء المعاملة اللي بيتعرضها العمال المصريين ما يزيد عن 32 مليون عامل في بلدنا.